قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين للشيخ إن التناوب السلمي على السلطة لا يكون عبر المأموريات وإنما من خلال صناديق الاقتراع. وأضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي عقد بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أضاف أن العديد من الدول العريقة في الديمقراطية لا يتم فيها تحديد المأموريات. التداول السلمي على السلطة آليته ما هي المأموريات، آليته هي صناديق الاقتراع الديمقراطية أصلا. ولذلك تلاحظون في كثير من الدول الديمقراطية العريقة في الديمقراطية، كيف بريطانيا، كيف ألمانيا، كيف إيطاليا، كيف إسبانيا إلى عندكم، ما فيها تحديد المأموريات، هي عريقة في الديمقراطية. حتى إسرائيل على الرغم منها دولة عنصرية ومحتلة للشعب الفلسطيني، لكنها ايضا يقولون انها ديمقراطيه، الغرب عاطيها الشهاده انها ديمقراطيه في الشرق الاوسط، ما فيها تحديد الماموريات. معناته تحديد الماموريات ما هو اليه التداول السلمي على السلطه. اليه التداول السلمي على السلطه هي صناديق الاقتراع وانتخابات شفافه ولجنه مستقله شفافه ومجلس دستوري شفاف. هذه هي اليات الديمقراطيه، والسنه الديمقراطيه انشابت للتداول السلمي على السلطه. لكن تحديد المأموريات ما هو آلية التداول السلمي على السلطة. بل ان نحن ملاحظين هون يعني تحديد المأموريات انه يجعل فهم تقاعس في الديمقراطية البليدة اللي اندارت فيها تحديد المأموريات.